من هنا مر جنود الأسد، عبارة لم يعد لكتابتها على الجدران لزوم، فالفعل يدل على الفاعل، لكن هنا بالتحديد لم يعرف الذين مروا أهم جنود أم قطعان من المغول. إنه ضريح أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الذي لم يعد كذلك بعد اليوم. ميليشيات إيران الطائفية قامت بنبش ضريح الخليفة الأموي الثامن ونقلت محتوياته إلى جهة مجهولة. الضريح الواقع في قرية الدير الشرقي بريف معرة النعمان جنوب محافظة إدلب، تقصدت عصابات الأسد والميليشيات الإيرانية حرقه منذ أن احتلت المكان مطلع 2020، فلم يشف غليلها ولم يطفأ حقدها حتى نبشت القبر ونقلت رفاته، حقد لم تبلغ معشاره وقفة الجنرال الفرنسي هنري غورو على قبر صلاح الدين مناديا: ها نحن عدنا فانهض لترانا في سوريا. فلسان حال هؤلاء يقول: ها قد عدنا يا خلفاء بني أمية بعد طول انتظار، نتشفى برفاتكم بعد عجزنا عن تشويه تاريخكم، وبعد أن قدمنا جامعيكم الكبيرين قرابين للطمياتنا المليئة بالضغينة. الأمير العادل عمر بن عبد العزيز يرتبط نسبه بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويرتبط تاريخ ضريحه بالناصر صلاح الدين الذي وقف غورو على قبره. فبعد انتهائه من حروب الصليبيين مر صلاح الدين بقبر عمر بن عبد العزيز الذي دفن فيه سنة 101 للهجرة، وكان في العراء، فأمر ببناء حوله. أقيمت أواوين ثلاثة حول الباحة التي تضم قبر الخليفة وقبر زوجته فاطمة بنت عبد الملك، وإلى جانبه من الشمال قبر الصاحب أبي زكريا يحيى بن منصور الذي كان محدث زمانه ويقال أنه خادم الضريح. واستمر إكرام الضريح وترميمه عبر العهود الإسلامية، وبقي محميا من قبل فصائل الثوار 9 سنوات رغم استهدافه عدة مرات بصواريخ نظام الأسد من معسكري الحامدية ووادي الضيف، إلى أن وصلت ميليشيات قم وطهران حاملين حقدهم الممتد للأمويين وصولا لجده عمر بن الخطاب. ما ضر عمر ما فعل الحاقدون، ولا ضر شهداء شوهت أضرحتهم على يد قطعان الأسد. فأينما نبش قبر أو ضريح اعلم يقينا أن صاحبه شهيد.